بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة هنعمل مع بعض لقمة القاضي أو البقلاوة، وفي اللي بيقولوا عليها العوامة حاجة كده. هنعملها مع بعض، طلعت سهلة جدا وأبسط من البساطة بصراحة. والدتي كانت بتعملها، ربنا يديها الصحة، مش محتاجة أي حاجة. احنا معانا دلوقتي كوبايتين دقيق وكوباية ونص مية بس. هنحط ايه بقى؟ هنحط عليهم معلقة بيكنج باودر، تديها هشة حلوة اوي، وعليها معلقة نشا محترمة كده برضو، بتخليها مقرمشة وجميلة. يبقى معلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقة نشا برضو صغيرة، ومعلقة محترمة كده ايه، خميرة بيرة فورية بقى عادية، اللي يعجبك حطيه. طبعا خميرة هنحط لها سكر، عشان السكر هو اللي ايه، هيخليها تتفاعل بسرعة، وكمان تبقى العجينة مسكرة معايا. ماشي، معلقتين ايه كبار سكر. بسم الله، تمام كده. يبقى كوبايتين دقيق، ومعايا كوباية ونص مية، ومعلقة بيكنج باودر صغيرة، ومعلقة نشا، ومعلقة ايه يعني معلقة صغيرة برضو ايه، خميرة بيرة مش كبيرة قوي. وعلشان يديها ريحة حلوة جدا هنحط كيس فانيليا. بزملكوا في اسهل من كده؟ كله على بعضه ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. هنعملها كده بقى، بسم الله، نقلب كله ببعضه عشان نشتغل كده بسم الله. بصي يا بنات، هنزل بالميه. بسم الله الحي القيوم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. هي بتبقى العجينه مش تقيله ولا خفيفه قوي. بصوا بقى، بسم الله ما شاء الله، نقلبها كده. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. طبعا كل دقيق، في دقيق بياخد ميه كتير وفي دقيق لا. دي ده شكله بياخد ميه. بسم الله ما شاء الله. ماشي، هنحط ايه بتاع ربع كوبايه ميه كمان. دي بالذات يا جماعه، بسم الله، مش يعني دي بالذات ملوش حكم في الميه، على حسب ايه ما ياخد معاكي. بسم الله ما شاء الله. ريحه الفانيليا مع الخميره مع الدقيق، بركه والله بركه. بصي، عسل ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. هنعمل مع بعض ان شاء الله احلى ايه، لقمة القاضي او الزلابية. هي اسمها لقمة القاضي ليه؟ في العصر العثماني قال لهم انا عايز حاجة حلوة بس تكون جديدة، فيجي الحلواني عملها له، طلعت قد اللقمة كده، طبعا حلوة وجميلة. وطبعا القاضي هو اللي كان طالب، القاضي كان الحاكم اياميها يعني، عشان كده سموها لقمة القاضي. بصوا ما شاء الله، هو ده السمك الايه المظبوط. تمام، عملناها مع بعض اهو مرة واحدة. هسيبها بقى تخمر نص ساعة ونكملها. بسم الله، وعلى بال العجينة بتاعتنا ما تخمر، عملنا الشربات كوبايتين سكر على كوباية ونص مية، بتغلي كده. اول ما تبتدي تغلي كده وتتقل شوية، بتحط عصرة الليمونة وكيس الفانيليا. انا عملته معاكو كذا مرة يعني في الحلويات. يلا بقى نشوف كده هنكمل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، دلوقتي معانا العجينة بعد ما سبناها نص ساعة. بصوا خمرت ازاي وبقت حلوة قوي. بصوا ومطلعها فراقية كده، ولا فقاقية ولا اسمها ايه، حلوة قوي. يلا بقى نشوف هنعملها مع بعض ازاي. ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. بسم الله، ودلوقتي كده هنجيب معلقة صغيرة خالص وكوباية مية، عشان ايه، احط فيها المعلقة علشان العجينة ما تلزقش، وعلى قد كده المعلقة ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. واحط انزل بيها ما شاء الله، ايوه كده. يلا نقول بسم الله، بسم الله الحي القيوم، ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. وانزل
تبقى حلوه قوي وهشه كده وجميله، والاطفال كلها بتحبها. هنحمرها على مرتين يا جماعه عشان تبقى هشه. اسمها عوامة عشان كده، عشان بتعوم. نحطها بقى بسم الله، الله أكبر، اللهم صلي، اللهم بارك. بس هعمل الحركيه دي بطاطيه معلش. الله ما شاء الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. هنحط عليها بقى عسل شربات وشوكولاته او سكر بودره، وتبقى يعني ايه ما شاء الله يعني. بص حبيبي، انا هطلعها وهرجعها تاني، تهدى بس كده وهرجعها تاني ايه عشان تبقى محمصه وجميله. بسم الله، وبعد ما حمرناها نديها ايه بقى دور تاني كده عشان تبقى محمصه معانا. بصوا حلوه ودهب ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الله اكبر. بس كده تاخد كمان ايه تحميصه كمان عشان تبقى ايه زي الورد. بس كده يلا بقى نقدمها سوا. بسم الله الرحمن الرحيم، كده معانا بقى الزلابية ولا العوامة ولا لقمة القاضي، ان شاء الله جميلة جدا وهشة. جربوها، ذوقناها بالشوكولاتة وبالشربات وبالسكر البودرة، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. وما تنسونيش بقى باللايك والشير والاشتراك في القناة وكومنتات كل حلو. بصوا حلوة ازاي ما شاء الله، جربوها مش هتندم. يلا باي باي. Thank you.